أتعرف بنفسي الأستاذة آسيا سالم شويدي، رئيس شؤون المرأة بمؤسسة التنمية المستدامة، منتخبة عن وثيقة المرأة لتعزيز دورها في السلام المجتمعي، عضو لجنة حوار مصالحة مصر تطورها، رئيس فريق السلام المكلف من وزير الدولة للنازحين والمهجرين الدكتور يوسف جلالة عن نساء مصراتة، عضو في الاتحاد الرياضات النسائية التابع للجنة الأولمبية على مستوى ليبيا، السلام المصالحة تقارب وجهات النظر، المفكر الروسي يقول لنا نحن نحتاج سلام، سلام لا في مهزوم ولا في منتصر. نحن كنا ديبيين، الإنجازات الأولى اللي هي تمثلت في تكوين فريق صغير من نساء مصراتة، كنت وإن شاء الله ربي يوفقنا جميعا رئيس فريق عن نساء مصراتة وفريق صغير من نساء تورها، وقدرنا نحط اللبنة الأولى الأساسية بين النساء، ونجحنا بدعم من وزير النازحين المهجرين بأن تبنانا ودعم هذا الفريق، وانطلقنا في تدريب ورجعنا للحضن اللي هو يحتاجنا. وكان أول لقاء بين النساء كان متمثل في تورغة، جلسنا وكان يعني أحنا من أرض الواقع نقول لما إحنا اللي بيين نجو الوجه لبعضنا، يعني الخطوة تبدأ سهلة بشكل كبير. قد ما كنت أنني نتصور في صعوبات، مجرد ما قعمزنا وجلسنا مع بعض قعدت يعني في لننسوني، هم اللي قعدوا يهدرزوا مع بعضهم، هم اللي يتذكروا في خبزة التنور وكيف كانوا يشتغلوا فيها وطلعوا في تعارف حتى بناتهم. يعني إحنا الليبيين يعني مجرد ما نقعدوا مع بعضنا نحنوا لبعض ونتقاربوا لبعض. وفي اللي حتى تواصلت معي وقالت لي أني نبي قبل ما نخش معاك في المصالحة نبي توعية بأسس المصالحة، مش إحنا نبدوها بشكل صحيح ونقدروا إحنا نبدعوا فيها. نصيحتي للمرأة إنها هي تكون عون للمرأة، عون لأختها، عون لبعضنا، إن نسعوا ننظروا ونخلوا منظورنا لقدام، ما نخلوش يكسر.